دعوات أخرى مختلفة اللون لباقي الأسرة، وتم السماح فقط للأهالي والأقارب وفي نفس الوقت الإعلاميين والصحفيين بواقع كرنهات مسبقة. طيب استاذ عماد معلش عايز اعيد المعلومه اللي انت قلتها، تم السماح للدخول من الاقارب الدرجه الاولى؟ الدرجه الاولى، وبعد الدرجه الاولى دي دعوات معينه باللون الاسود ودعوات اخرى رمادية اللون لباقي الدرجات وباقي الاسره. لان وتم السماح للدخول يعني لكل هؤلاء فقط للاهالي الدرجة الأولى. والاقارب الاهالي والاقارب، وكانت فقط تم الدخول والسماح للدخول للاهالي والاقارب فقط وبالاضافه للاعلاميين والصحفيين. تمام. حتى ان وقعت مشادات بسبب رغبه بعض الشباب القبطي بالدخول ورفض الامن ذلك، وبعد محاولات وبعد دخول القداس وبداياته سمحوا للدخول بدخول 5-5 منعا للتكدس، وبعد موافقه المسؤولين في الكنيسه. يعني الامن سمح لاعداد اخرى بالدخول، أعداد أخرى لكن بعد الساعة العاشرة والنصف، وأعداد محدودة يعني بعد بداية القداس وبعد يعني أن امتلأت القاعة، نقدر نقول حتى يعني عايز أقول حتى امتلاء الكنيسة يضع نهاية لسيناريو المشدات خارج الكنيسة. لأن حصل وقعت بالفعل المشدات بالخارج، وتم الهتاف ضد الأمن من الشباب الغاضب، ولكن الأمن احتوى القضية سريعا يعني. يعني الامن سوى الامر سريعا عقب بعض المشادات اللي انتهت لتكدس يعني الكثير من المصريين اللي حابين يدخلوا، والامن تعامل معاهم وبدا في سماح لدخول عدد قليل منهم، عدد محدود لحد امتلاء الكنيسه. يا فندم. تمام يا فندم. طيب بعد كده، بعد ان انتهى القداس، وطبعا يعني حضرتك يمكن سامع دلوقتي فرق الكشافة الجنازية تقوم بعزف المرشات الجنازية المعروفة بالكنيسة، وبعد خروج نعوش الجسامين الشهداء بتوجهها لمدفن جماعي هيكون في مدافن الوفاء والامل في طريق القطامية في الجبل الاحمر. وعقب ذلك سيتوجه الأساقفة وبعض أعضاء مجلس النواب والأهالي من الدرجة الأولى للمشاركة في العزاء الجنازة الرسمية أمام المنصة. تمام. طيب أستاذ عماد اسمح لي بس أن احنا نعيد هذه المعلومة حتى يعلم الجميع أنه الآن الذهاب إلى المدافن أولا، ثم بعده الجنازة الرسمية أو الشعبية اللي في المنصة في مدينة نصر. تمام كده؟ ده تمام يا فندم، هتكون امام المنصه وبمشاركه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب عايز طبعا وصف المشاعر في الامر ده معروف انه كم كبير من الحزن، ولكن ما هي الصور المفاجاه يا فندم ان الناس استقبلوا بدايه العزاء والاهالي نفسهم بالزغاريت لانهم بيزقوا شهداء للسماء. تمام. وكان في عزاء بشكل كبير جدا وتقدير لمكانه الشهداء وبالطبع. اكرر تعزيه ليك الصديق والزميل استاذ عماد خليل الصحفي المصري اليوم. بشكرك جزيلا. اسمح لنا بس يعني اقول لك واقول للساده المشاهدين تفاصيل الاجتماع اللي خرجت دلوقتي اللي الرئيس السيسي عقده النهارده، وكان اجتماع امني مصغر، والاجتماع ده ضم يعني مهندس طبعا شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.